شاب الحلو لايك انا في لايك انا الله معك خيطوني وسام انا في اكيد لايك. فيك لي انت الاصل حبيبي انت وسام بحبك قد الدنيا بحبك قد الدنيا حبيبي بس بدي اقول للي عم يشوفونا على صفحه لبنانيز دايركتري بيشوفوا وسام صبار بالتلفزيون بالبرامج بالمسلسلات بالمسرح بالموهبه اللي عنده اياها لو شوفوا الانسان يلي موجود فيه هذا انسان ما بيتكرر حياه وسام ما بيتكرر وانا اذا الناس عم تشوفني هلا هي شغله كنت اتمناها واطلبها من هالزلمه يخدمني من كل حد فيها ببرامج باشياء لجرب اعمل برامج يكون موجود اول انسان بيتلي بيتمنى لي النجاح وسام بحبك بس حبيت اقول هالشيء يلي كل يوم انا بردد بيني وبين حالي بس حبيت اقول لك اياه حبيبي هيدا شوي من اللي عندك يا توني نحن بنتعلم من بعض الو الو سوري قطر شوي وسام ما بعرف الكونكشن نحن انا بالنسبه لي البارود كونكشن منيحه انت عندك منيحه عندي منيحه بتجنن عم بقول هيدا شوي من اللي عندك نحن بنتعلم من بعض حبيب قلبي بنشبه بعض بنشبه بعض وسام اول شيء ثانك يو لهالوقت يلي عم تعطينا اياه لنا لنحكي على اللبنانيز دايركتري انت يلي دعيت اللبنانيه عده مرات وين ما كنت موجود انه هيك يتواصلوا مع بعض صحيح هيدا البلاتفورم موجود اللبنانيه يسجلوا اسمهم يتواصلوا وصلوا وين ما كانوا موجودين بالعالم ويلاقوا شغل يلاقوا فرصة يلاقوا قصة سوا قديش نحن لهيك وسام انه ما نتكل لحدا نتكل لحالنا نحن اللبنانيين والله هذا المطلوب لان نحن يعني بنحس حالنا متروكين يا طوني فالدولة غايبة عن كتير اشياء فعلينا انه نعمل هيدي الهمة مثل ما بقولوا ونسعى لانه نلاقي حل وبالنهاية التواصل بين البشر هو اساس التعامل بهالحياة فيعطيكم الف عافية وشو فينا نساعد نحن موجودين انت موجود هلا اول شيء اعطيتنا من وقتك انت موجود وسام نحن بنطمع فيك كمان انت والعائله اللي موجود فيها بشوفك على الانستغرام بتابعك وهالشيء بينقل للعالم يعني اذا بدك الطاقه الايجابيه وسام تحضير شيء قريب فيه يعني هلا رمضان صورت شيء رمضان نحن كنا بدنا نبلش صورنا كم يوم ورجعنا وقفنا بموضوع اللوك داون اللي هو مسلسل اسمه للموت بعيد من هون يعني اسم المسلسل انتاج ايجل فيلمز كتابة نادين جابر واخراج فيليب اسمر وبطولة جنن اثنيناتهم ما في احلى منهم صحيح بطولة ماجي بغصن دانيلا رحمي باسم مغنية محمد الأحمد خالد القيش ومجموعة كبيرة أكيد فيا رب هلأ ترجع هيك الأيام لأن رمضان كثير قريب لنشوف شو بدنا نعمل موضوع التصوير وسام ليك هل هالشيء الموجود فيك أنا متابع من زمان بتعرف أنا قريب منك بس إنه من زمان كنت مع ماجي بغصن قراب لبعض بلشتوا بأشياء كوميدي غير كوميدي وبعدكم كمان يعني في شيء أساس موجود كمان بهالصداقة ليك ماجي عشرة عمر يعني عم نحكي بأكثر من 20 سنة وهي صديقة قبل ما تكون أي شيء تاني يعني أنا بس كنت أعرف ماجي كان لا في إيجل فيلمز ولا في شركة ولا في شيء وإجت الشركة وبقينا سوا ورح نبقى سوا وأحيانا يمكن بيكون عم يعملوا عمل ما بكون أنا فيه ما لي دور حسب الكاستينج ماني موجود بس هذا ما بيغير بالصداقة شيء يعني هذا الموجود فيك على كل حال وسام كل الوقت وبالبرامج التلفزيون تتذكر انا وياك خدني معك طبعا. يعني تتذكر لما انا وياك رحنا هيك بكذا مره بعده مرات نبرم انساني نبرم رياضيا نبرم يعني الاشياء اللي عملتها بحياتي انا تلبق لك كثير هذه الاشياء وسام كمان معقوله في شيء تلفزيون عم تحضير؟ والله على صعيد البرامج انا يعني اللي تقريبا شي سنه وشوي ما عدت عملت هيك ركزت شوي على موضوع التراجيديا لان انا كل الوقت معود الناس انه بلعب كوميدي فخلال هالسنتين ثلاثه صارت ادواري شوي تراجيديه وحبيت انا بين شيء ثاني بشخصيتي لان الممثل اذا ما نوع بادواره بصير بالنسبه للعالم روتين يعني ممكن يمله انه اوكي بنعرف هالشيء اللي عندك فالحمد لله هيدي النقله توفقت فيها وممكن ارجع على البرامج بس قلت خليني هيك ثبت اجري لان بتعرف مش سهله بعد سنين طويله ترجع تجي بوجه جديد ثابتين اجريك وسام ثابتين اول شيء اجريك ثابتين على الارض على طول موجود وراسك بين كتافك
بحبك كثير كثير وسام، بدي اقول لك عن جد يعني انت بتوقف حد الناس من دون ما تعرف. وسام صبار باللبنيز دايركتوري، انا على طول بطلع على لايف كل نهار خميس واحد الساعه 9 المساء، اوكي بدعي الناس انه يتسجلوا، بتعرف بفوتوا بيتسجلوا بيحطوا اسمهم، بيحطوا الكاتيجوري اللي هن فيها، المهنيه اللي بيعملوها، كل شيء بيحطوا الايميل تبعهم بالاخر، وهيك برا مغتربين يعني. في حدا بيكون موجود يمكن بالسعوديه في شغل، بيطلب من حدا من لبنان يعمل له شغل، بيتواصلوا مع بعض بهالطريقة. وسام بتشجع انت حتى هذيك النهار، انت عم بحكي جورج خباز انه يمكن بتفوت على كاتيجوري ممثلين، يمكن انت تفوت بدي ممثل تلاقي حدا مبتدئ، حدا بيطر كمان اختصاصه التمثيل بالمعهد او شيء. يعني هيدي قد ايه برأيك مهمة هيدي، التواصل الوطني والتواصل مثل ما بيقولوا هيك 1 تو 1 يعني. يعني هيدا بلاتفورم ما في احلى من انه انت بكبسة زر قادر تفوت ويكون عندك فرصة لشيء من خلال تواصلك مع الناس. انا بشجع كل العالم يعملوا هالشيء. هيدا الشيء ما كان ببدايتنا، انت بتعرف توني، كنا ما بعرف نعمل كثير افور لنقدر نوصل لشيء. هلا عم نحكي يعني على طول لازم نستعمل السوشيال ميديا بطريقة كمان علمية وتفيدنا وتفيد الناس اللي حوالينا، فهيدا احلى شيء عم بينعمل هلا. الف تحية للبنيز دايركتوري ولك، لان انت بحس يعني هيدا ملعبك وانت خير من بيمثل هيدا المطرح. يعني ملعب بيتي، حبيبي ملعب بيتي، وسام صبار من كل قلبي بشكرك، وهيدا وقتك اللي بتعطيه انا كثير كل بقدره. الوقت لك. بدي اقول لك ثانك يو، لانه عدة مرات ومحطات بحياتي كنت داعم للبرامج، ضيف او كنت لحتى تساعدني ببرامج تانية. فانا كثير بحبك وعلى طول بدعي لك، وبنطرك وموهبه كبيره من لبنان وسام صبار. ثانك يو لك على هذا اللقاء، ان شاء الله ما اكون اخرناك. ابدا كل الوقت لك، تنورت فيك، وج بفوت على كل قلب لكل البيوت عن جد. توني انت تاريخ، متعلم منك والله العظيم. بتأثر فيه كثير، ومتلاقى عن قريب ان يا الله رب راد. شوفك عن باذن الله قريب، حبيبي، الله معكم، باي باي باي. باي خير.